السلام عليكم، اسمي لطيفة خليفة النعيمي وأنا مهندسة كهربائية مبتدئة في يورو ميكانيكال، يتضمن عملي تصميم الأنظمة الكهربائية وتركيبها وصيانتها، وهو أمر ضروري، كما أنه يمكنني القيام بمهام مختلفة مثل إجراء العمليات الحسابية والمحاكاة الكهربائية وحل المشكلات الفنية واستكشاف الأخطاء وإصلاحها. في يورو ميكانيكال نفتخر بالقول أننا نتفق مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة، فنحن نحتضن التكنولوجيا ونقود الابتكار باستمرار، وأنا شخصياً أعمل على مشاريع متطورة تتضمن أحدث الأنظمة الكهربائية والتقدم التكنولوجي. رحلة الاستكشاف والتعلم اليومي مبهجة ومشجعة. أحد أفضل صفات العمل في يورو ميكانيكال هو التعاون مع المهندسين ذوي الخبرة الذين يلهمونني ويشجعونني. نحن نرحب بالأفكار ووجهات النظر الجديدة لنخلق بيئة يزدهر فيها الابتكار. الانضمام إلى يورو ميكانيكال يعني أن تصبح جزءاً من فريق مختص في استخدام التكنولوجيا والابتكار لإحداث فرق في هذا العالم. تعال وانضم إلينا وكن جزءاً من رحلة مذهلة وحياة مهنية دائمة التطور.